خويا اليوم انا بغيت نشكي على واحد الظلم ديال واحد الاخ ديال الزوج المرحوم ديال بات الوليدات. كريم من عنده واحد الطبق الاول شقتين عباره على واحد وجوج، وعندي واحد العقد كراء. المهم دوزني على جوج فراق، دار لي الزور، دار لي كل شيء، خرج بان ما عندي لا زور لا حتى شي حاجه. مؤخرا دابا تنكتشف بانه داير لي واحد توليه سكنه، مع العلم انا عندي محل تجاري، ودليت للمحكمه، دليت لكل شيء بانني انا عندي محل تجاري، راه ما عنديش محل سكنه. حكمت عليا بالافراغ، حكمت عليا بتوليه سكنه، ولو انني عطيتها كاع جميع الاجراءات، جميع الوراق، الوثائق كلهم، ولو قهرني هذا السيد. فعلا تيقول لك القانون كاين غير في الحيط، راه ما كاينش القانون. الا عندك شي حاجه جبديها. انا عييت اليوم، تنطلب من الله سبحانه وتعالى، وتنطلب لسيدنا انه يشوف، ماشي غير انا كواحد السيده اللي تنطالب اليوم بالحق ديالي، تنطالب لاي مظلوم، لان مين تيكون الانسان عنده الفلوس تيكون متمكن، لان القانون دابا تيتحكم على الفلوس، وعلى لا عندك الفلوس راك عندك ما عندكش باش تطلب القانون ديالك، ما عندكش. وهذا كله اسباب ديالو هو انني انا عندي هنا متابعه، كانت عندي متابعه ديال التحريض على الدعاره. هاد السيد هذا واحد النهار جان عندي طالبني بشي حوايج اللي ما ترضيش الله. الوقت اللي قلت له انا لا، حلف عليا، قال لي اقسم بالله تحفرتي قبرك بيدك. من ذاك الوقت وانا تنعاني، تركب عليه الطلاق، تركب عليه من بعد مات الزوج، هذه 5 شهور باش مات بات الوليدات يعني. والسيد عاد ما زيد تيقوم بهذه العمليات. عييت، انا عييت من الوراق، عييت من ندق في البيبان ديال المحكمه، عييت. الباب اللي تندق ليها تلقاها مشدوده، الباب اللي تمشي ليها تلقاها بانه هذا السيد هذا راه ميسور عنده، تيقول لها تتعي راسك. وفعلا ملي تنولي انا عندي توليه سكنه، ومع العلم انا عندي محل تجاري ما عندي السكنه، تعطوني تيقولوا لي لا، حكم عليك بالافراغ. والافراغ عندي دابا حاليا 29 واحد، ها هو 29 واحد عندي الافراغ ديال توليه سكنه. كيفاش نخرج؟ وفين نخرج ولادي؟ وهذا المحل هو اللي عندي يتامى، عندي مسؤوليه، عندي بزاف. هو تيقول لك ها الحكم اللي حكموا عليا، ها هو هذا الحكم، حكموا عليا بالافراغ بتوليه سكنه. انا ما عنديش توليه سكنه، انا تنطالب بالله سبحانه وتعالى وبسيدنا انه يشوف اي مظلوم، ماشي غير انا، لانني انا هذا الشيء راه بزاف. انني ما مشيتش معك فيما لا يرضي الله، تحلف عليا وتوكلني العصا، درت لك درت ليه المتابعه، درت ليه عندي قرص، عندي شهود، وتحكمت عليه ببراءه. وهاد الشهود، هاد القرص، هاد الشيء فين هو؟ وتحكمت عليه ببراءه. تيقول لي تعي راسك، الا عندك شي حاجه جبديها. تحريض على الدعاره، المتابعه، درت ليه المتابعه، وما تحكت، ما تخداش، ما تنصفتش. ودابا تنتفاجئ بواحد الافراغ، انخرج انا وولادي من واحد المحل اللي تناكل فيه الخبز. انا تنطالب سيدنا، وتنطالب الله سبحانه وتعالى انه يشوف من حالي ومن حال هذا الظلم، هذا ديال هذا العم ديال الوليدات، هذا راه تيتسمى عم ديال ولادي، هذا اللي وصل معايا لهذه الوقاحه، وصل معايا انه يمشي فيما لا يرضي الله. راه عم ولادي، هذا راه عم ولادي، هو تيدير لي هذه الحاله، هو تيكرفصني، هو تيعذبني، ما عرفتش انا فين باغي يوصل هذا السيد. هادشي اللي عندي، وهادشي اللي يمكن لي نقول، انا تنطلب الله وسيدنا انه يشوف اي، ما يشوفنيش غير انا، يشوف اي واحد اللي هو في هذا الظلم وفي هذا التعدد. هذا التحريض على الدعاره هذه زينه المحارم، وصل لي انا باش نمشي معاه، يعني ماشي النوع، يعني نمشي انا وياه. طالبني شحال من مره نمشي للدار، طالبني انه يصوب لي الدار الفوق، طالبني، وانا تندير راسي ما تنفهمش هذا السيد، لان تنقول عم ولادي عليا بالتقار، اش دواني هو؟ يعني هو رب الاسره، رب العائله، مع العلم ان هذا السيد هذا ما تيخافش لا ربي، ما تيخافش العبد. منين يوصل لمرت خوه ويطالب مرت خوه باش تمشي تمارس معاه، ولا تمشي معاه فيما لا يرضي الله، وعطاته المتابعه، وبالتحريض بالقرص، وبالشهود، وفي الاخر تتحكم عليه بالبراءه. الوقت اللي مات الزوج، ولات من بعد تيتنفذوا عليا شي احكام انا ما عارفاهمش شنو هما. دابا حاليا بغيت نعرف انا غير هذا الحكم هذا اللي تحكمت عليا باستنافيا، هذا القاضي هذا، واش كاين شي قانون انني انا عندي محل تجاري وتيتحكم عليا بالتوليه بالابتدائي بجوج؟ واحد تحكم بالصالح ديالي برفض الطلب، واحد تحكم الصالح ديالي بعدم قبول الطلب. تلغاو هاد جوج الاحكام الابتدائيه، وتعاود المين في الدار، داروا لي افراغ، الافراغ، وحيدوا لي، قالوا لك الغاء الامرين المستأنفين،
وبالإلغاء والإفراغ ليا ومن يقوم مقام العلم. أنا لا أقوم مقام أحد، أنا مكريه هذا المحل، كريه من 2007، عندي الروجيس كومير ديالي من 2008، عندي تنخلص الضرائب، تنخلص كل شيء، وفي الاخر تيقول لي تولية سكنة. واش هاد السيد هذا القضاة كلهم ديالو، المحكمة كلها ديالو؟ راني انا ما عرفتش كيفاش منين فينا نمشي وعد منا ندق البيبان، لانني انا قوة عليا هاد السيد. انا تنبغي دابا حقي، تنطالب بحقي، تنطلب الله وسيدنا يوقف ويشوف هاد الظلم هذا ويشوف هاد القضاء، لان القضاء ما بقوش يعطيو العدل، ما بقوش يعطيو القانون. واش انا تنقول له محل تجاري وتنعطيه الوثائق تيقول لي تولية سكنة؟ بغيت نعرف، بغيت نعرف هذا القاضي هذا اصلا انت هو هذا القاضي اللي حكم عليا بتولية السكنة، اللي هو معني بفلوسه ومعني بالمسائل ديالو. بغيت انا ناخذ حقي، لانني انا مني ما مشيتش معاه فيما تيرضي ربي، في ما مشيتش معاه في 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 المارس بهذه العباره، ومع كامل احتراماتي المارس معاه، مرت خوه تمارس معاه شنو، ومنين ما بغيتش حلف عليا يا قال لي حتى توديه، علاش خص ما مشيتش معاه؟ تركب عليه الطلاق في 2014، تشتت انا ولادي، لان ما تعطالياش حقي. من بعد منين مات خوه ولا تيجبد لي احكام ولا تيضربني من هنا ومن هنا، انا ما بقي، انا تنطلب سيدنا وتنطلب الله سبحانه وتعالى ان شي واحد تشوفوا من حالي، لانني انا راني عييت مع هاد السيد، قانون غير في الحيط، اللي مشيت عنده ما تعطونيش حقي. انا تنبغي دابا انا وصلت لواحد الموصل انني نجي عند الناس للاعلان باش نوصل صوتي للناس، نوصل صوتي لسيدنا باش يعرف انه راه كاين الظلم، راه هاد الناس راه تياخذوا الظلم، راه دايرين الظلم. هاد القضاة واش ما تيخافوش الله؟ ما تيحكموش بالعدل؟ هادشي اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.